السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. احنا النهاردة هنقول لكم عن حاجة متوفرة في الأسواق من الخضروات المتوفرة في الأسواق اللي ممكن حضرتك تستغلها استغلال كبير جدا، رخيصة جدا، تقدر تشتري منها كمية كبيرة توفر عندك يعني تشبع الطيور، وغير ده كله هي بتزود انتاج البيض ومليانه بالفيتامينات والاملاح المعدنيه بكميات هائله جدا، وهتعرف انت تستلقطها بسعر كويس جدا، هتبقى بالنسبه لك في سعر البرسيم تقريبا او يمكن ارخص من حشيش بكتير. قبل اي حاجه اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناه وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول عن طريق اشعارات مباشره ليك من اليوتيوب، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. لازم نكون على دراية تامة يا جماعة بالمتطورات اللي بتحصل في السوق، السوق اللي احنا بنعدي عليه كتير علشان نشتري منه خضروات مختلفة لينا احنا لاستهلاكنا الادمي، تمام؟ الحاجات اللي انت بتشتريها لاستهلاكك الادمي دي ممكن تبص فيها كده وتدقق النظر، لان ممكن تلاقي حاجات كتيرة منها سعرها اقل بكتير، يعني جودتها اقل بكتير، او البقايا اللي بيرموها البياعين او بيبيعوها بالجملة في الاخر للمستهلك تستفيد منها، سواء اللي بيربي حيوانات او اللي بيربي طيور او اللي محتاجها يعني يقدمها لاي نوع من الحيوانات او الطيور اللي بيستأنسها او بيربيها حتى للاستفادة الشخصية او لمشاريع كبيرة، تمام؟ فدلوقتي حضرتك وانت في السوق لازم تكون مركز قوي على الموضوع ده علشان ممكن تعمل مصلحة حلوة، والمصلحة دي بتتلخص في ان حضرتك تجيب كمية كبيرة من الاكل المفيد جدا وبسعر زهيد جدا جدا جدا. يعني احنا دايما في اي مرة كده بنتمشى فيها في الاسواق او بنجيب اكل لينا احنا بنبص كده على حالة الحاجات اللي ينفع نقدمها للطيور بتاعتنا، هل الحشيش موجود والحشيش ده حاجة مشهورة ومعروفة وكل الناس عارفها، هل مثلا الطماطم في منها جودة قليلة او جودة منخفضة شوية ممكن نقدمها للطيور، البطاطس كده كده بنبعد عنها، الخيار بنبعد عنه عشان مش مفيد للطيور خالص بل مضر، بنقرب من الحاجات الرخيصة، هل ممكن نلاقي بصل بسعر رخيص جدا نقدم منه كميات قليلة للطيور، او توم نقدم كميات منه قليلة. لكن احنا مع كل الحاجات دي احنا لقينا اكلة مهمة جدا ومتوفرة في الاسواق الفترة دي، وتقدر تشتريها او تشتري البقايا بتاعتها بالجملة من البياع، لان طبعا كلنا عارفين ان في بعض الاكلات بيتبقى منها بقايا عند البياع، البقايا اللي هي بتبقى الاوراق المتساقطة او الجذور والكلام ده كله، تمام؟ الحاجات دي سعرها رخيص جدا وممكن تملى منها شوال، شوال كامل، وحضرتك هتاخد فايدة كاملة وكبيرة جدا مليانة بالفيتامينات والاملاح المعدنية. كلامنا النهاردة عن الارنبيط، ومش الارنبيط نفسه يا جماعة، مش الارنبيط نفسه، الارنبيط نفسه احنا بناكله، تمام؟ الارنبيط نفسه احنا مش هنقدمه للطيور، انما البياع نفسه، البياع نفسه لما بيديك الارنبيط بيديك الواحدة كده بيبقى فيها جدر، في بعض البياعين بيقطع لك الجدر ده ويخلي الجدر عنده ويديك الارنبيط، وفي بعض الناس بتقول له لا خليها بالجدر بتاعها، تمام؟ احنا كده كده مش هنفكر في السيناريو ده كله، احنا هنشتري منه الجذور الفاضله، الجذور اللي فاضله، الجذور اللي فاضله بتاعه الارنبيط هنشتريها، هنشتريها بقى بسعر رخيص جدا، تقدر تعبي منه شوال، شوال كامل من الارنبيط عن طريق انك تروح له كده بمنتهى البساطه وتقول له انك عايز الجذور دي او البقايا في الاخر في اخر اليوم، وتتفق معاه مثلا مرة في الأسبوع، تمام؟ هتاخدها بسعر زهيد جدا 5 جنيه بالكتير قوي، تمام؟ دي هتكفي معاك كمية كبيرة من الطيور وكمان وقت طويل جدا، وهتكون مليانة بالفوائد اللي تزود إنتاج البيض. طب إيه الفوائد اللي موجودة في الأرنبيط؟ الفوائد اللي موجودة في الأرنبيط لا تقل أبدا عن الفوائد اللي موجودة في الكرنب. لو حضرتك تفتكر، فاكر حضرتك الكرنب قبل كده أنا قلت لك إن الكرنب مليان بالفوائد اللي بتزود إنتاج البيض وبتخلي فعلا يعني الانتاجية عالية جدا لانه مليان بالفيتامينات والاملاح المعدنية. الكلام ده حلو خالص، تمام؟ طيب هل الارنبيط
زي الكرنب بالظبط ولا اقل منه في الفايده؟ لا زيه بالظبط، يعتبر زيه بالظبط، وهيفيدك جدا 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 على صعيد زياده الانتاج وعلى صعيد الفراخ البياضه. تمام، على فكره هو كمان بيفيد الفراخ بتاعت التسمين، بيفيدها، لكن انا بكلمك دلوقتي على ايه؟ على الفراخ البياضه تحديدا، وعلى موسم. ما احنا لازم نستغل، ما انا بدات كلامي مع حضرتك بكده، ان احنا لازم نستغل الوضع الحالي. الوضع الحالي بيقول ايه؟ الوضع الحالي بيقول لك انت لازم تبص على الحاجات اللي موجوده فيها الاسواق. الاسواق بتقول لك القرنبيط موجود ومتاح وباسعار كمان جيده جدا، مش هنشتري القرنبيط نفسه ولكن هنشتري الجذور بتاعت القرنبيط. تمام، لان البياع بيجمعها في الاخر، تمام، وبيبيعها لاصحاب المشاريع او اللي بيربوا طيور والكلام ده كله. حلو، هتقدم القرنبيط ده ازاي بقى؟ ودي النقطه المهمه جدا علشان تاخد منه اكبر فايده. طبعا القرنبيط نفسه تقدر تقدمه عادي، لكن احنا بنقدم الجذور. الجذور دي او الجذور بتبقى صعب شويه انك تقدمها زي ما هي، لازم تقدمها مقطعه لقطع صغيره. هتقطعها قطع صغيره، مش صغيره يعني لدرجه ناعمه قوي في الخلاط، لا، انت هتقطعها بنفسك بسكينه او بمقص كبير، قطع صغيرة تكون مناسبة لعمر الطيور اللي انت بتربيه. يعني حضرتك مثلا بتربي طيور في عمر الشهر، تمام، ده هيبقى صعب شوية ياكل قرنبيط، لكن ممكن تفتفتها فتافيت صغيرة جدا، شهرين ثلاثة على قد العمر، حضرتك بتقدم للعمر اللي عندك القرنبيط بالحجم المناسب ليه. تمام، لو كتاكيت صغيرة مش هنقدمه طبعا، لو كتاكيت صغيرة احنا مش هنقدم القرنبيط، احنا بالكتاكيت بنقدم لها علف بس. حلو، لو عندك فراخ بياضة بقى كبيرة، وهي دي المنوط بها الكلام او اللي احنا بنتكلم عنها وجايين ندي ليها الفايدة، الكتاكيت او الفراخ البياضة، اسف، الفراخ البياضة بتقطع ليها القرنبيط ده حتت يعني متوسطة الحجم، حتت مش كبيرة قوي ومش صغيرة قوي، وتقدمه للفراخ. ممكن تقدمه الصبح بعد العلف، ممكن تقدمه بالنهار كوجبة مشبعة، كوجبة مشبعة، واحنا بنفضل ان احنا نقدمه كوجبة مشبعة، لان انت هتجيبه بكميات كبيرة. يعني هو مش طماطم ومش بصل عشان نقدمه بكميات قليلة، لا، هو وجبة مشبعة لانك هتشتريه بكميات كبيرة، زي الكميات اللي بتشتري، يعني لما تيجي تشتري الكرنب مثلا بتبقى كميات كبيرة، فانت ممكن تقدم من خلاله وجبة مشبعة للطيور، حاجة تشبعهم كمية كبيرة، فبنقدمه بالنهار بدل وجبة البرسيم اللي هي الحشيش. تمام، هيكون مفيد جدا للطيور وهيزود معانا الانتاج بشكل فعال جدا، لان القرنبيط مليان بالفيتامينات والاملاح المعدنية اللي بتدخل جسم الطائر، وبتبقى عارفة هي رايحة فين بالظبط، وعارفة الانتاج رايح لفين، وعارفة الفايدة رايحة لفين بالظبط. طبعا مش هنأكد عليكم ان الاساسيات اللي حوالين موضوع الاكل والغذاء لازم تكون موجودة، لان مفيش خلطة سحرية ومفيش اكلة سحرية ممكن تزود لك الانتاج، ولكن في اهتمام كامل بالطائر هيزود معاك الانتاج، تهتم بكل العناصر سواء كالسيوم او بروتين او فيتامينات او املاح معدنية. ده كان الفيديو، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة، وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مبشريك من اليوتيوب، ونشوفك على ألف مليون خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.